تعرفوا إنه إذا أكلتوا فواكه كل يوم تقدروا تقللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ اليوم بتوب 5 رح نكون عم نحكي عن أكثر 5 أنواع فواكه بتساعدكم تحافظوا على صحة القلب. منبلش بالتفاح يلي بيحتوي على أنتي أوكسيدنتس، فايبرز وفيتامينز، وكمان بقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ومننتقل بعدها للموز، هالفواكه يلي بحبوها الصغار والكبار، بتساعدكم تحافظوا على صحة قلبكم لأنها كمان تحتوي على فايبرز، فيتامينز وأنتي أوكسيدنتس. ومن الموز منروح على الكرز، هالفواكه الغنية بالفايبرز، وما مننسى الفواكه المجففة اللي فيها مستويات عالية من الأنتي أوكسيدنتس وبتحمي القلب. وبالآخر خلونا نحكي عن الأفوكا يلي هو مصدر أساسي للدهون الصحية للقلب. أما البوتاسيوم اللي بالأفوكا فهو عنصر غذائي ضروري لصحة القلب وبينزل ضغط الدم. وهلأ إذا كنتوا ما بتاكلوا فواكه صار لازم تعيدوا حساباتكم لقلب صحي وسليم.